أكيد راح نروح إلى الزميلة اللي متواجدة عندنا بالسوق حتى تعرف لنا شنو الأخبار اليوم بالسوق. صباح السعادة إن شاء الله، مساءك سعادة. نعم، أهلا وسهلا بك شيف وبكل قناة وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. طبعا احنا الآن في أحد الأسواق في منطقة المنصورة تحديدا ببغداد. هنا تحديدا أغلب العوائل العراقية تأتي من هذه المنطقة ومن مناطق أخرى للتسوق. كما تعلم الآن موسم سخونة للجو، العوائل تقبل على الفواكه من أجل تجاوز تلك السخونة، خاصة البطيخ والرقي العراقي المشهور طبعا بطعمه ونكهته المميزة. تمام، شكرا. نعم. جزيلا. طبعا بخصوص الاسعار الفواكه، كما تعلم الاسواق 750 دولار. شوف بس الاسواق العراقيه حاليا تغزوها الفواكه المستورده. أكيد. اكيد نعم اكيد. تعرفين انه بالموسم الصيفي اكيد احنا نحتاج نعم الى نحتاج الى فواكه هذه نبردها حتى انه طلعنا من المود الحار. تعرفين هسه الجو كلش حار، كهرباء ماكو، فهنا أنا ممكن انه نبرد البطيخ وايضا الرقي مثل ما تشوف. ايضا عندك هنا الاسعار 750 البصل البارد والبصل الحار تقريبا نادي يصير ايضا 750. اقبال الناس على السوق شلونه؟ شفتين الناس اقبالهم على الخضار، يشوفوها غاليه يشوفوها رخيصه، يعني شلون شفتي الناس على المخضر؟ نعم. انه يشوفها رخيص ولا غالي او طبيعي؟ نعم. يعني أكيد إقبال الناس أيضا على الخضر موجود هنا، الإقبال على العديد من الخضر التي تدخل في المائدة العراقية، خاصة الطماطم. كما تعلم هنالك عوائل عراقية تفضل الطماطم المحلية لنكهتها ولطعمها أكثر من المستوردة. أسعار الطماطم العراقية تبلغ 2000 دينار، فيما المستوردة تبلغ 1000 دينار عراقي. الخضر الأخرى كالبروكلي، هذه الخضرة أيضا مهمة على المائدة العراقية كونها تحتوي على العديد من الفواكه، يعني سعر الكيلو الواحد المستورد 4000 دينار، وهي من الخضر المهمة جدا. أيضا البطاطا العراقية أيضا إقبال شديد عليها في هذا الموسم تحديدا، كونها أيضا تدخل في المائدة العراقية كوجبة أساسية. العوائل أيضا تفضل البطاطا العراقية كون نكهتها تختلف عن البطاطا المستوردة. كما تعلم أسعارها تتراوح ما بين 1500 وإلى 2000 دينار. بالحار خلي بتعدون. نعم. عن الباذنجان، لأن الباذنجان هو حار، الجو حار فما راح ناكل أكيد الباذنجان، خلي بتعدون عن الباذنجان شوي. دا أشوف أنت أخبار الناس جيدة وراك، كل الناس موجودين دا يستوقون بصورة حلوة. هنا أنا الاسعار ايضا دا اشوفها انه تقريبا يعني خلينا نقول مناسبه. اليوم انت ايش راح تطبخين في البيت؟ ايش راح تسوين غدا؟ سمعيني؟ الغدا اليوم ايش؟ نعم. الاسعار هنا اكيد مناسبه، لكن اعطيك معلومه مهمه انه الاسعار تختلف من سوق الى اخر. هنالك اسواق في يعني في المناطق السكنيه تكون الاسعار فيها اعلى. هنا البضائع هنا تأتي بأسعار في يعني زائدة قيمتها. حلو تأتي حلو من حلو الأسعار، من أسواق حلوة. الجملة التي تسمى تمام. بأسواق جميلة كما تعلم تمام. في بغداد هذه السوق هي رئيسية في إعطاء الباعة، باعت هذه المحلات العديد من البضائع الفواكه والخضر المستوردة. حلو. حلو. هنالك طبعا كما تعلم ايضا نعم. معاناه تكلم بها باعه الفواكه هنا عن حصولهم على البضائع من اسواق الجمله، تاتي احيانا تحت صناديق بضائع رديئه لا يستطيعون ان يعني يصرفوها على المواطنين، فبالتالي يضطر بعضهم الى زياده بعض اسعار الفواكه والخضر. طبعا كما تعلم الانتاج المحلي الزراعي حاليا شحيح جدا بسبب عدم وفرة المياه، عدم دعم الفلاح من قبل الدولة البذور، فلذلك طبعا نحن أمام تحدي للأمن الغذائي العراقي. هنالك عوائل عراقية تطلب كما سمعت قبل قليل من مواطنة تطلب الليمون العراقي تحديدا، تعلم
له نكهة خاصة مختلفة عن الليمون المستورد، يعطي الحموضة مع الحلاوة. أكيد أكيد. سعر هذا الكيلو إن وجد العراقية تراوح ما بين 4000 دينار، طبعا يأتي من القطفة الأولى بأسعار عالية. كالتين العراقي أيضا يأتي من القطفة الأولى بأسعار مرتفعة، وصلت إلى 4000 إلى 5000 دينار عراقي. طبعا اكيد انا اشكرك، لكن انا سالت السؤال ان اليوم مش راح تتغدين ولو انه ما قلتي لي، لكن ممكن تقولي لي بعدين. طبعا اشكرك وتحياتي لك. طبعا اكيد تحيات كادر كلهم لك، يوم وقفتك كانت كلش حلوه ورائعه، وان شاء الله تتكرر مره ثانيه. تحياتنا.